يعني بصراحة في أكثر من لاعب كنت أحب اللعب بجانبهم، يعني في الكابتن عامر ديب والكابتن حسن عبد الفتاح، طبعاً وجود الكابتن محمود شلباية، يعني هذول أقرب اللاعبين اللي كنت أرتاح لما يكونوا متواجدين معي داخل الملعب. يعني هو سر عشق جماهير نادي الوحدات لرافت علي، يعني زي ما بحكوها إذا بتقدم بتلاقي، فعلا الحمد لله كنت في الفترات المتواجد فيها بالنادي، يعني ما بخلت على الجماهير ولا على النادي بأي شيء، بالعكس أنا ببادلهم نفس الشعور، هذا العشق المتبادل زي ما بحكوا. يعني أنا بعشق جماهير نادي الوحدات وبتبادلني نفس الشعور الحمد لله. صحيح هو في أكثر من هدف غالي على قلبي أو في مسيرتي الرياضية، يعني في هدف الكرة الثابتة في النادي الفيصلي، وفي هدف في آخر دقيقة مرمى نادي الرمثب، بس مش متذكر أي سنة بالضبط، وفي أهداف نادي المريخ طبعاً من الأهداف الغالية على قلبي صراحة. يعني أكثر دوري أثر فيه أو أنا بعشق وعشق هو آخر دوري، آخر سنة لعبت فيها كان دوري صعب، كان في بعض الهبوط في المستوى في الفريق، بعدين رجعنا للصدارة، بعدين أخذنا الدوري وأخذنا الكاس في نفس الموسم، هو 2013 و2014 صراحة. بديش أظلم حدا، بس أتوقع أنه المرحوم السيد سليم حمدان أستاذنا الكبير، ومعه الأستاذ الصحفي برضو المرحوم صلاح غنام، أتوقع أنه هذا الإشي الأصح. يعني هو عرّب رافت علي من البدايات، وكان آمن بموهبة رافت علي بقدرات رافت علي، هو والدي رحمة الله عليه، وأصر وأدانا على نادي الوحدات بإيده، وكان متواجد معي لحظة الاختبارات. يعني هو في مباريات كثير صراحة صعبة، خصوصا لما تكون مباريات الكلاسيكو، في مباريات كانت تيجي أوقات صعبة، لكن هي أصعب مباراة لعبناها أو لعبتها وخطة وصار فيها هيك ضغط نفسي، كانت مباراة مباراتين، هي النصر السعودي والمريخ السوداني. يعني هو بيختلف الجزئيات بسيطة، إنه رافت علي بنادي الوحدات أخذ الوضع اللي بيستاهله أو بيستحقه رافت علي، وقدم أكثر ما بيقدر يقدم للنادي وللجماهير. في المنتخب كنت أتمنى إني أكون متواجد لفترات أطول، أخذ من بلدي في أكثر من مباراة وأكثر من بطولة، لكن الحمد لله برضه في المنتخب قدمت مستويات طيبة وأعداد مباريات كبيرة طبعاً. يعني هذا الحكي صعب أنا أحكم عليه، بس الشارع الرياضي كله بحكم أو حتى حكى إنه رافت شوي انظلم على مستوى المنتخب الوطني. يعني بصراحة أنا كان ما في إشي معين بأثر فيه إلا الخسارة، يعني الخسارة كانت تأذيني بشكل كبير، يعني كنت أظني متوتر بعدها يوم أو يومين أقل شيء. لكن هو في حادث صارت في ملعب القسمة يوم ما سقط الشيك على الجماهير وصار فيه زي إصابات، هذا برضو إشي أثر فيه كثير صراحة. يعني هو أفضل لاعب بوجهة نظري في تاريخ كل الأردنيين بعد رأفت علي، ممكن برأيي أنا الكابتن يوسف العموري. يعني صراحة فاجأتني بالسؤال، بس أفضل لاعب حاليا بالأردن أنا شايفه صاعد وماشي صح، يعني ماشي بالطريق الصحيح، الكابتن بهاء فيصل. يعني صراحة في أكثر من مدرب، في مدربين كثار دربوني وقراب على قلبي، بس الكابتن دراجان كان هو أقرب مدرب موجود على عند قلبي. يعني أكثر من ممتازة، تجربة كثير مفيدة، كانت مع نادي كبير على المستوى العربي والآسيوي نادي الكويت، طبعاً بنوجه لهم تحية من هنا من هذا البرنامج. فريق كبير، إمكانيات عالية، إدارة محترفة. في البدايات كان يجينا عروض كثير، بس ما كان عندنا خلفية أو إلمام بالأمور القانونية اللي المسموح فيها بالاحتراف. يعني أنا بال95 كان جايين عقد من نادي كبير على المستوى العربي، من أندية محلية كثير أجاني، من حتى على مستوى آسيا أجاني، لكن كنت أرفض بعضها أغلبها طبعاً لرغبتي في البقاء واللعب لأصفر في نادي الوحدات. أنا تواجدت في دوري المحترفين قبل ما أحصل على أي شهادة إلا شهادة واحدة، كنت متواجد بدوري المحترفين. حالياً الحمد لله قبل تقريباً أسبوع بالضبط حصلت على شهادة البروفيشنال اللي هي أعلى شهادة، وإن شاء الله الأمور بالاتجاه الصحيح إن شاء الله.